السلام عليكم اعزائي متابعين قناه ربحك. عندنا لو اول مره تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك. النهارده معانا موقع جميل جدا، موقع مزرعه، موقع فيه بتشتري فيه حيوانات وتشتري بذور كانك بتلعب مزرعه سعيده بالظبط. والموقع ده يعني هيعجب البنات والحريم قوي، لان الموقع يشبه موقع المزرعة السعيدة. الموقع بيعطيك حديقة هدية أول ما بتسجل فيه. الشغل في الموقع بالعملة البيتكوين، دي واجهة الموقع من الخارج. وهنا بيقول لك ايه، اشترك مجانا واحصل على حقل القرع كهدية لبدء اللعب، وفي مكافأة وفي ضغط على الإعلانات. موقع كويس جدا. طريقة التسجيل في الموقع بتيجي من هنا، بتحط هنا الاسم والايميل والباسورد وعادة الباسورد وتعلم على الشروط وتعمل تسجيل. كده بقى لك حساب في الموقع. هنيجي من هنا الدخول للموقع، بتكتب الاسم والباسورد وتعمل تسجيل دخول. زي ما انت شايف كده الموقع بيعطيك النبات ده، القرع ده مجانا، وفي كذا يعني ايه. ومن هنا في هدية اهو، في هدية هنا بتحصل عليها كل 24 ساعة انا حصلت عليها. وفي حاجة تاني اللي هو التعدين عن طريق الجهاز، دي ما انصحش بيها يعني، لو انت عايز تشتغل عليها شوية وتجمع فلوس عشان تشتغل ممكن، بس ما انصحش بيها. وفي هنا مشاهدة اعلانات لسه انا شايفها ومخلصها وحصلت عليها من المبلغ دوت. هنترجم باللغة العربية بقى عشان نشرح الموقع. عندك هنا الودائع، لو انت عايز تودع اول واحدة ديت اللي هي عملة البيتكوين دي، بتحط المبلغ اللي انت عايز تودعه وبتعمل وديعة، دي اول حاجة. ومن هنا السحب، تاني واحدة بتحط هنا عنوان المحفظة وهنا المبلغ وتعمل سحب، دي تاني حاجة في الموقع. وهنا مبادلة، ممكن تبدل من رصيد السحب لرصيد الشراء، تالت واحدة. ومن هنا المكافآت اللي احنا قلنا عليها اللي هي المكافأة، مكافأة التعدين والضغط على الاعلانات. هنيجي بقى ايه الجنب التاني. اول حاجة هنا متجر، المتجر ده لو انت حابب ان انت تشتري وتزود دخلك في الموقع. في هنا الطماطم ب25، وهنا الجزر ويقطين، وهنا يعني عندك هنا كل المشتريات بقى اللي انت حابب تشتريها وتزود من هنا. تدوس هنا يجيب لك الحيوانات واسعارها، تدوس تاني يغير لك برضو اليقطين والحيوانات. كده عرفنا احنا اتنين. هنا الحديقة بتاعتك، بتدوس هنا يجيب لك الحديقة اللي انت عليها. من هنا بتجمع المحصول بتاعك، بتدوس على الكلمة دي كده اهو زي ما انتوا شايفين، لقد حصلت المحصول تمام. بيضاف لك برضو في الرصيد فوق اهو تمام. وبعد كده في معلومات الشخصية، هنا الحساب بتاعك، ومن هنا رابط الإحالة بتاعك اهو. موقع جميل جدا وشكله وزيه زي الايه، زي اكنك بتلعب لعبة المزرعة السعيدة. من هنا الحيوانات، لو انت عايز تخش على حديقة الحيوانات، لو انت مشتري حيوانات وعايز تجمع برضه تدوس هنا. ولو انت حابب ان انت تخش على الحديقة بتاعتك النباتات من فوق. واي استفسار سيبوا تعليق اسفل الفيديو. كده نكون انتهينا من الشرح. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش تدعمونا بلايك، ده بيحفزنا كتير ان احنا نشوف مواقع احسن وافضل ونجيبها ليكم. والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.